بات من الاعتيادي بل من الشبه يومي أن ترافق إصابات العمل أو حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بورشات العمل نشرات الأخبار، كما وقد اعتاد المواطن العربي على مراقبة قوائم الوفيات التي يتصدرها أبناء المجتمع العربي وبين الحكومة ونقابات العمال ومسؤولية العامل، يطرح السؤال إلى متى؟ أنا برأيي بما أن الضحايا هم من الوسط العربي فالدولة لا تهتم بمكافحة ومحاربة وإيجاد الحلول للتخفيف من حدة حوادث العمل. فلو كانوا الضحايا من الوسط اليهودي لكان التعامل مع هذا الأمر مختلف جدا جدا جدا. 9 إصابات خلال أسبوع واحد، 4 منها خطيرة و29 قتيلا منذ مطلع العام الجاري، معطيات تنذر بخطورة إهمال وزارة العمل والحكومة وتقاعسها بشكل جدي تجاه الآفة التي ترافق ورشات البناء منذ عقود. دقيقة واحدة للاهتمام، تقعد الحكومة دقيقة واحدة بدل كل الكلام هذا الفاضي عن خطورة القضاء وتقعد على حياة العمال وتشوف حلول وتعطي ميزانيات وتعطي صلاحيات للمركبين انه يوقفوا الاهمال في الورشات. يصحو العامل كل يوم بحثا عن قوت يومه وغذاء عائلته، لكنه وفي ظل غياب الرقابة على ورشات العمل وانعدام المشاريع الهادفة إلى التقليل من عدد الحوادث القاتلة، يعود قسم منهم جريحا أو طريح الفراش، ومنهم من يرتقي شهيدا للقمة العيش دون اكتراث أو تحرك جدي للجم هذه الظاهرة.